يا مرحبا، واليوم السبت 8 حزيران يونيو 2024. دائما الأخبار من الأقل حظ ولغاية الأكثر حظا، واليوم على الاعتذار الشديد منك مولود الجدي. يا عزيزي، اليوم الأجواء شوي ضاغطة ومتوترة. هلأ اللي ما بيجي معك اليوم تعا معه، سواء كان على مستوى العلاقات أو حتى الظروف يلي عم بتعاكسك اليوم شوي، أو يمكن عم تعاكس بعض الترتيبات يلي أنت محضرة. اليوم بيحملك شوية تأخيرات، شوية عراقيل، يمكن تظهر بعض العقبات حتى بحواراتك مع الآخرين، فحاول تتمسك بهدوءك. عزيزي مولود الحمل، اليوم يمكن تمر ببعض اللحظات المتوترة. الحقيقة المزاج مو كتير هادي اليوم، بالعكس انت اليوم ميال للانفعالية أكثر من التفهم، يمكن بسبب أمور عم تصير إلى علاقة بأوضاعك العائلية، إلى علاقة بتأخيرات عم بتصير، أو ربما عم تتحمل مسؤوليات جائز تكون ثقيلة، أو ربما تختلف أنت وأحد أفراد العائلة على بعض التفاصيل. بكل الأحوال مولود الحمل، حاول اليوم كتير تكون هادئ وعالج أمورك بالحكمة والهدوء. عزيزي مولود الميزان، إصرارك إنك أنت على حق بيمنعك إنك تتفهم وجهات النظر الثانية. فكر بهالجملة منيح، لأنه ممكن تحتاجها بهاليومين، خاصة مع الأشخاص يلي بتتعامل معهم بشكل يومي، الناس يلي ممكن بشغلك يكونوا، ممكن مسؤولين عنك بطريقة من الطرق، ممكن عائلتك، ممكن ببيئة عملك، لأنه اليوم ممكن يكون في أخبار شوي مربكة، إجراءات ما بترق لك كتير، بس حاول تتفهمها قبل ما يكون عندك أي ردة فعل. عزيزي مولود الأسد، يمكن شوي اليوم روتيني يعتبر، من الأيام الفاترة يلي ما بتحمل الصخب يلي أنت بتحبه، بدءاً من مزاجك وانتهاءً بالظروف. يعني اليوم هيك بطيء، إيقاعه بطيء، وانت شوي هيك أفكارك ميالة للسلبية، أو مزاجك ما كتير حماسي أو ما كتير حيوي. هلأ قد يكون البعض منكم مواليد الأسد عندهم ظروف صحية زعجتهم بهذا اليوم، أو ربما حابين ينعزلوا شوي، يريحوا شوي. هلأ ما أنا مشكلة أبداً، يعني بالعكس حاولوا أنه تتهيئوا، لأنه بعد يومين أكيد الأمر بيكون عنكم وبيدعمكم بكتير من الطاقة والحماس. عزيزي مولود الدلو، اليوم شوي مزاجك كسول، وهذا عم بيمنعك من أنك تسمم مسؤولياتك ومهامك على أكمل وجه. شوي مشتت اليوم، تركيزك قليل، مشغول بتفاصيل غير العمل، ولكن بنفس الوقت مطالب أنت بواجبات كتيرة مطلوبة منك، أو ربما عم تعاني شوي من بعض المتاعب الجسدية أو ربما الصحية. هلأ اليوم من الأيام يلي بدها إصرار أكثر، مثابرة أكثر، تنظيم ترتيب أولويات، ومحاولة إنجاز ما يمكن إنجازه. عزيزي مولود الجوزاء، أبداً أمورك المالية مو سيئة، أبداً أمورك المالية مو سيئة، ولكن العشوائية بالتصرفات المالية ممكن شوي تلبكك. اليوم حاول كثير تقتصد، حاول تختصر المصاريف، الضروري مالك حل معه، أما الانتقائي يلي أنت ممكن تقع تحت إغراءات معينة شرائية، فحاول أنه تدرسها بشكل كافي. عزيزي مولود القوس، على فكرة بهذا الشهر كله أنت بحاجة استشارة بكل قرار مهم أو مصيري لازم تاخده، واليوم بيتحقق هذا الأمر. أنت بس اختار الأشخاص الموثوقين، الناس اللي بترتاح لهم، أصحاب الخبرة، أصحاب الاختصاص، إذا وضعك قانوني، إذا وضعك شخصي، عاطفي، زوجي، يعني لا تنفرد بالقرارات، واليوم بتلاقي هالدعم وبتلاقي أكيد المساعدات اللي أنت محتاجة، حتى لو كانت عصعيد نصيحة. في شيء مالي بهذا الوقت ممكن أيضاً تكون عم بتناقش فيه، فاوض وكون إيجابي، أكيد رح توصل لحلول مرضية لكل الأطراف. عزيزي مولود الثور، اليوم عم تتمتع بذهن يقظ وأفكار خلاقة وسريعة على غير عادتك. يعني أنت من الأشخاص يلي ما كتير
سريعين باتخاذ القرار، ولكن ممكن يكون إنجازهم وتنفيذهم سريع. بس اليوم مجرد تخطر لك الفكرة بدك تحققها، عندك قدرة على التحرك بسرعة بفعالية، حتى عندك حركة سفر، حركة تنقل، تواصل مع الآخرين ناجح، عم تقدر تصيب أهدافك بسهولة. وإذا كنت عم تناقش بشؤون العلاقة بعقار، العلاقة بسيارة، العلاقة بشأن عائلي، أو بعض التغييرات على مستوى البيت أو على مستوى العائلة، فاليوم من الأيام الجيدة. عزيزي مولود العذراء، يوم من الأيام الحلوة لتكون ضمن أشخاص محببين بالنسبة لك، أشخاص أصدقاء، يمكن معارف، يمكن زملاء عمل، بس اليوم أنت ضمن تجمعات معينة، في عندك لقاءات ومقابلات، وممكن كتير تلتقي بأشخاص جداد. وأنا بظن أنه هالفترة مواليد العذراء إجمالاً عم تتعرفوا على وجوه جديدة، يمكن عبر أوساط جديدة. اليوم كأنه في أهداف بتقدر تتحققها، حتى لو كانت أهداف صغيرة، بس ممكن حتى يكون في مساعدة مثمرة وقيمة من أحد الأشخاص. عزيزي مولود العقرب، أول المواليد الأكثر حظاً معنا لليوم، ركز على النتائج اليوم وهذا اللي رح تعمله، لأنه اليوم أي طريقة تفكير أو أي نقاشات بدك تدخلها حتكون كتير مقنعة وكتير مؤثر بالآخرين، وحيكون في صدى لكلامك وصدى لأفكارك. فاليوم منجز وممكن كتير تباشر بأمور جديدة، أو عم بتخطط لبدايات جديدة عم يدعمك فيها محيطك بكتير من المحبة والثقة. عزيزي مولود الحوت، يوم إيجابي، المناخ الفلكي لطيف إلى حد ما بالنسبة لك، ممكن تروح لتسوية معينة، ممكن تتصالح مع حدا، ممكن توضح بعض الالتباسات اللي كانت عم بتصير معك، هي فترة كلها شوي ضاغطة بالنسبة لك، بس اليوم بشوف قراراتك، بشوف نظرتك للأمور أكثر صوابية من السابق. عزيزي مولود السرطان، آخر المواليد، يعني أول شيء بدي أحكي عن حدسك يلي عم يشتغل بطريقة كتير صائبة بهذا الوقت، تفكيرك، التعمق بالأمور، أنت هذا الشهر كله عندك حالة من التعمق بالأمور، حدس قوي، ملاحظة دقيقة لكتير من الأمور، محاولة أنك أنت تتخلى عن الأمور المزعجة، يا حبذا لو تفكر بترك الماضي وفتح صفحة جديدة، وهذا اللي لازم تعمله، ولكن ما رح تلمسه بالأيام الحالية، رح تلمسه من أواخر هذا الشهر وبعد. اليوم جاذبيتك عالية كتير، وسحرك يمكن عم تلمسه بعيون الآخرين.